أكيد هذه الزيارة تأتي من خلال تفاهمات الحكومة العراقية مع دول الاتحاد الأوروبي في دعم الانتخابات، إن كان من حيث المراقبين الذين سيشاركون بكثرة لمراقبة الانتخابات، وهذا مهم جدا لعملية دعم النتائج الانتخابات، وكذلك بالمقابل سيكون هنالك دعم فني عبر الأمم المتحدة بالتعاون مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات. كذلك السيد رئيس الوزراء تحدث عن خطة الأمن الانتخابي وكذلك ورقة الإصلاح الاقتصادي، وكذلك بالمقابل علاقتنا مع دول حلف الناتو، وهذه نقاط مهمة لهذه الزيارة، وهي تأتي في إطار تهيئة المناخ العام العراقي للانتخابات، وكذلك بالمقابل الربط ما بين العراق والمجتمع الدولي، والدول الاتحاد الأوروبي هي دول فاعلة في المجتمع الدولي، وكذلك بالمقابل لديها علاقات متميزة الآن مع الحكومة العراقية. طيب دكتور، كيف تقيم زيارة رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي بروكسل مدى تأثير هذه الزيارة في علاقات الخارجية ودوره المحوري بالعالم والمنطقة؟ أكيد كانت هي زيارة مهمة وما زالت مستمرة، والآن السيد رئيس الوزراء في إيطاليا، وبالتالي هذه الزيارة تأتي في إطار عدة أبعاد. على البعد السياسي هي تطوير العلاقات السياسية بين العراق ودول الاتحاد الأوروبي وكذلك دول حلف الناتو وكذلك مع البرلمان الأوروبي، وهي مهمة جدا لتطوير مؤشرات حقوق الإنسان وكذلك مكافحة غسيل الأموال وكذلك تمويل الإرهاب التي كانت تحدي أمام الحكومة العراقية، لكن الحكومة العراقية استطاعت خلال الأشهر الماضية من حل هذا الملف حقيقة، كذلك الطيران العراقي وتطوير الأمان الخاص به، وكذلك بالمقابل الاقتصاد وعرض خطة العراق الاقتصادية من خلال الورقة البيضاء، بالإضافة إلى الحديث عن القوات المسلحة العراقية والشراكة ما بين دول حلف الناتو. دكتور، على ما يبدو أن ملفات كثيرة يحملها معه السيد الكاظمي، ولكن العام الماضي ربما على ما أتذكر كانت هناك زيارة أيضا للسيد الكاظمي إلى أوروبا، شملت فرنسا، بريطانيا وأيضا بروكسل. نعم، ما الذي وضعته تلك الزيارة السابقة من خطوات وتأتي هذه الزيارة لتستكمل ما أنجز في الزيارة السابقة؟ أكيد هي وضعت آفاق اقتصادية كبيرة. ما الذي لمسناه؟ الذي لمسناه أن هنالك الآن رغبة عالية جدا للشركات الأوروبية، إن كانت فرنسية أو بريطانية أو من كل جنسيات الاتحاد الأوروبي، للعمل في العراق. كذلك على البعد السياسي هنالك دول دائمة العضوية في مجلس الأمن تدعم الآن سأبقى العراق في نقطة الشركات. سأبقى في نقطة الشركات دكتور. نعم، أساسا كل الدول كل الشركات لديها رغبة للعمل في العراق. نعم، المشكلة في العراق، هل تمكن العراق من تصفية أو تصفير الأزمات أمام هذه الشركات؟ العراق يعمل الآن من خلال الورقة البيضاء على تصفير التحديات في البيئة الاستثمارية الجاذبة، وكذلك التشريعات الاقتصادية، وكذلك القرارات، وكذلك حتى القطاع المصرفي الذي يعمل على تطويره، قوانين العمل، وكذلك بالمقابل توفير البيئة الأمنية من خلال العمل للقوات الأمنية العراقية، وهذا بالتالي ما سيساعد في تعزيز وتكوين بيئة صالحة لمجيء الشركات الأوروبية. وكذلك الشركات الأوروبية بالمناسبة الآن تعمل في الحقول النفطية، تعمل صحيح في قطاع الكهرباء، تعمل في قطاعات متعددة استراتيجية، ولكن الآن هنالك رغبة لدى السيد الكاظمي في تسويق حزمة كبيرة من المشاريع.